الو، صباح النور. صباح الخير سي عمران. مرحبا بسيدي، الاسم الكريم اذا سمحتي. معك محمد من طنجة. تفضل سيدي محمد، مرحبا. اولا كنشكرك على البرنامج وكنشكر الطاقم. انا بغيت نحضر المستمعين واحد القضيه النص، خاصه اللي كيستعملوا كاميرات ديال المراقبه، الكاميرات سيرفيونس، سواء في المنازل وخاصه المنازل او في المحلات التجاريه وغير ذلك. الخطير في الامر ان كاين بعض التقنيين اللي هما بيعرفوا النفوس، نهار اللي كيجي يركب هذه الكاميرا كيركبها وكيعطيك الحساب اللي ماشي هو ادمين، حساب رئيسي ادمينستراتور، كيعطيك واحد الحساب اللي هو عادي ديال المستخدم عادي، وهو كياخذ الحساب الادمين، كيبقى دائما هو ادمين. فوالا، وبالتالي كيقدر يطالع على ديك الكاميرا ديالك في اي وقت، وغير من الهاتف ديالو ولا من حاسوب. صحيح. لذلك المستمعين خصهم يردوا البال بهذه القضيه، لانه هذه الكاميرات دابا رجعت رخيصه متناوب الجميع، كيف ما هي رخيصه فهي عندها اخطار، هي تقدر تكون سيف ذو حدين. الانسان كيعمل كاميرا في المنزل ديالو، وكاين اللي كيعملها حتى في الغرف منهم باش يراقب الاولاد ديالو في الغياب ديالو او في المحل التجاري ديالو، يقدر يتعرض للنصب ولا السرقه بسبب الكاميرات ديالو. صحيح سيدي محمد، وشكرا جزيلا اللي نبهتينا ونبهتي المستمعين لهذا الامر، نفصلوا فيه اكثر مستمعي الكرام. لما كيجي واحد التقني كيركب لكم كاميرات ديال المراقبه في الديور ديالكم، هذوك الكاميرات المراقبه الان اللي ولا كيشجعنا عليهم اكثر، انك فين ما كنتي في العالم بواسطه الهاتف ديالك ولا الانترنت ولا بواسطه اي حاسوب ولا انترنت، كيمكن لك تراقب دارك شنو فيها، التجاره ديالك شنو فيها وما الى ذلك. ولكن كتراقبوا عندك واحد لو كود، وعندك واحد الرقم، عندك واحد الاجراءات فيها ثلاثه الخطوات باش كيمكن لك تدخل وتشوف داك الشيء. من بعد كتولي تدخل غير بالكود ولا غير بالبصمه ديالك، الا عندك تليفون كيتحمل هذه العمليه. ولكن اللي كيجي كيركب لك في بعض الاحيان ما كيعطيكش لي كود كلهم اللي غتستعملهم بوحدك. ادمين هو المسير، المسير الاساسي، كيبقى هو المسير الاساسي، كانه هو مول هذيك الكاميرات، وكيعطيك انت كانك ضيف، انت ماشي المسير، بحال هو غير مستضفك باش تشوف دوك الكاميرات، بحيث انه راه كيمكن يقطعهم عليك وقت ما بغى. ولكن الاخطر ماشي يقطعهم عليك، هو انه كيولي هو يدخل لدوك الكاميرات ويشوف دارك ويشوف حياتك وقت ما بغى. شنو نعملوا في هذا الباب؟ المساله بسيطه الا كنتي كتفهم. لما يعطيك الكود ديالك قبل ما يخرج قول له الله يخليك اعطيني الكود ادمين، ولما يعطيك الكود ادمين ملي يخرج غير هذاك الكود اللي عطاك، حيت ملي كتكون انت ادمين انت هو المسير الرئيسي، كيمكن لك تغير الكلمات السريه كيف ما بغيتي ودير ما بغيتي، لانك انت مول الشيء ماشي هو. هذا كيقودني انني نعطيكم واحد المعلومه اخرى بالغه الاهميه. اليوم الشفاره اللصوص اللي كيدخلوا يسرقوا كيكتشفوا انه كاين كاميرات، اول حاجه كيديروا هو انه كيمشيو يقلبوا على الديفير، كيقلبوا على وحده التخزين ديال الصور ديال هذيك الكاميرات. عندك جوج ثلاثه 10 20، المهم كاين واحد الوحده ديال التخزين. الا مشاو لهذيك الوحده ديال التخزين وانتزعوها حيدوها، داو القرص الصلب لو ديسك دور اللي فيه هذيك المعلومات، ما بقى عندك والو، ما عندك حتى شي حاجه، ولا عندك لي كاميرا فيهم لي كارت ميموار فيهم هذيك الشريحه ديال الذاكره، داوها لك ما بقى لك والو. كاين الحل، والحل كيتقام بشويه الفلوس انما بساط جدا، هو انه كيكون التخزين في الديفير في الوحده ديال التخزين، وفي نفس الوقت كيكون التخزين في السحابه في الكلاود، في الاي كلاود ولا في درايف ولا غيره ولا في دروب بوكس، ولا كاين واحد المجموعه ديال الوسائل اللي هما دي سيرفور، خزانات ديال المعلومات غادي نسميوها هكذا، اللي كاينين في دول اخرى، كاين في امريكا ولا في كندا ولا في غيره، كتشري فيه انت واحد الحيز مكاني فين داكشي اللي وقع في دوك الكاميرات كيمشي يتخزن تما. اذا عندك التخزين على مستويين، عندك التخزين على المستوى ديال الديفير اللي عندك في دارك ولا في المكتب ديالك ولا في الشركه ولا غيره، وعندك التخزين في هذاك السيرفور اللي كاين، ما كتدخل له غير انت وكتدخل له بالكود، وكتاخذ الصور اللي بغيتي. فحتى لا داو هاد الشفاره ديك الوحده ديال التخزين، انت دائما عندك المسائل ديالك كيمكن لك ترجع لها، وهذه راها مهمه. كنتمنى عليكم مستمعي الكرام انكم ديروها، باش حتى الشفاره من اللي فهموا راه ولاو الناس عارفين باللي التخزين يمكن يكون في جهه اخرى من غير الديفير اللي عنده في الدار ولا في المكتب، غادي يقطعوا الياس ويقولوا غنحصلوا غنحصلوا. فحضيوا راسكم مستمعي الكرام.